كما تبعتم جميعا بأنه نقطة مهمة ومهمة جدا والمصادقة على الاتفاقية اللي غادي تجمعنا مع الشركات ديال النظافة. كما تبعتوا أنه الحمد لله هذه النقطة ديال الملف ديال النظافة واللي تصادق عليه بالإجماع من طرف جميع الأعضاء الحاضرين واللي لاحظتوا من خلال المداخلات جميع المكونات السياسية داخل المجلس إلا وهي تعبر بارتياح على هذه الصفقة وكتدعم هذا التوجه واللي اشتغلنا عليه تقريبا واحد سنة ونصف مع جميع الشركاء ديالنا وخاصة الإخوان ديالنا في الولاية وعلى رأسهم السيد الوالي واللي واكبوا معنا هذا الملف، الفرقة الدائمة للمراقبة واللي عملت مجهود كبير، اللجنة اللي كنا فرزناها واللي فيها الأغلبية والمعارضة داخل المجلس واللي اشتغلوا على هذا الكيت شارج واللي الآن رصع على جوج ديال الشركات هما شركات كبرى، وبالتالي لأول مرة أنه مدينة طنجة الحمد لله غتدبر في إطار التدبير المفوض من طرف شركة وطنية اللي هما أرما وميكومار، بعد ما كان عندنا سيسبا وكانت تكميد ومن بعد جات سيتا وسولمطا هما كلهم شركات أجنبية، واللي كان التساؤل دائما ديال المواطنين لماذا شركات أجنبية كتدبر الملف ديال النظافة ديال المدن المغربية واش حنا عاجزين، والآن الحمد لله ولات منافسة، المغاربة هما عملوا شركة مهمة واللي كتسير هاد الشركتين كتسير مدينة مراكش وكتسير مدينة الدار البيضاء، والآن غادي تسير مدينة طنجة. نطلبوا الله سبحانه وتعالى يوفق هاد الشركات باش أنه من خلال النقاش انتم سمعتم خلال الارقام والملف اللي عرضه الاخوان للجانب الاداري وللجانب التقني وللجانب المالي، فعلا كانت عندنا صعوبات في الجانب المالي والنقاش كله كان مصب على هذا المجال، هذا كيفاش غادي ترتفع القيمه بواحد اكثر من الثلث، لان يعني كانت عندنا في حدود بين 18 19 ديال المليار ولا 17 في المعدل ديال هذا التدبير المرحله اللي دازت، الان غادي نرتفعوا ما يقرب من 30 مليار وتزادت عليها ديال لاول مره في طنجه، واللي القرار اللي قلت وقعته الصباح هو ديال الاغلاق ديال المطرح ديال المغوغه، وهذا تاريخي، واحد المطرح اللي كان داخل الوسط الحضري للمدينه واللي طول اكثر من 40 سنه، واللي الان اليوم خدينا قرار لان تقريبا هذه شهرين وحنا كنديو المطرح الجديد اللي في سقدله، وهذا فيه الجروبمون ديال المجموعه ديال البوغاز واللي الان بدا الشغل فيه، السون ترونسفير اي المركز ديال التحويل اللي كنا عملنا في الجهه ديال مشلاوه، المراكز اللي بدينا هاد لي ديبو انترميديير اللي تعمل في درادب واللي الان هاد الشركات غادي تكتمل الصفقه بالمواصفات ديال لي بارك بشكل متقدم جدا اللي كيحفظ الكرامه ديال العاملين، انه العامل غيلقى الدوش ديالو سخونه، غيلقى المكان ديال الملابس فين يبدل عليه، غيلقى الاداره لائقه، وهذا كله واحد الاستثمار هو اللي على الكلفه ديال هذا، وبالتالي احنا الحمد لله كانت مشاورات داخل المجلس، مشاورات مع الشركاء، مشاورات مع الولايه مع وزاره الداخليه، وبالتالي فعلا انه لقينا بانه فعلا انه الدراسه ديال الملف من الناحيه التقنيه ومن الناحيه الماليه انه فعلا من احسن الملفات اللي كتدرسها المستوى الوطني، وخاصه التحول الجديد اللي وقع على المستوى الوطني ومع الاداره ديال وزاره الداخليه اللي كتتبع هذا الملف، وهو ان ما بقاش الطوناج مشينا للفورفي، ذاك الطوناج فعلا كان كيسبب اشكالات وحتى المراقبه كانت فيها صعوبات، لان الان كل شيء غادي يكون بالبيس وكتعرف ذاك البرميل واش فعلا وصلنا، ما تبقاش ديك المراقبه بحال اللي كنا قبل، خصك تمشي وديكلاري بان البرميل عامر وتعمل البيناليتي وتعمل، الان كل شيء الكترونيك، وبالتالي هذا غادي يمكن من العمليه ديال تحسين الخدمه التتبع ديالو كذا. نطلبوا على ربي يوفقنا.